طيب، ما صحة هذه القاعدة لطلبة العلم في بلاد الغرب؟ الأصل للمفتي أخذ الأسهل من أقوال الفقهاء. قاعدة الأخذ بالأسهل ليست قاعدة مضطردة، لأن معناها أخذ الدين بالهوى والتشهي. المفتي يعمل بما ترجح لديه، ومن وسائل الترجيح المصلحة الشرعية بضوابطها التي يقدرها المفتي. فإن كنت مفتيا نرسل لك مقررات مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول ضوابط الإفتاء، فيها كلام مفصل ودقيق يخاطب به أهل العلم أمثالك. وإن كنت مستفتيا فاسمع قول مفتيك واصدر عنه، ولا تحدث يعني ضجيجا حول ما يفتيك به إلا إذا بقيت في نفسك ريبة، فلا تزال تسأل حتى تزول هذه الريبة.